من الفوائد أن المحاجة هي الجدال والخصام، والمجادلة مطلوبة شرعا بشرط أن يكون المقصود هو الوصول إلى الحق، لكن إن كانت مجادلة لا يراد منها الحق فإنما المقصود منها الشقاق والنزاع والخلاف. ولذا فكل شخص يحاجج الآخر هو يريد أن يوهن وأن يضعف حجة الآخر، ولذا قال أتحاجوننا، بمعنى أن كل شخص يدلي بحجته ليسقط حجة الآخر. هذا من حيث الأصل، لكن من حيث الخضوع له عز وجل باتباع شرعه هنا، من يحاجج لا يريد أن يسقط حجة الآخر، وإنما يريد أن يظهر الحق.